في إطار حملة حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، نظمت أمانة محافظة الغربية لحزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وعدد من القيادات وآلاف المواطنين، وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات. المؤتمرات تتوالى إن شاء الله في إطار خطة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، ليكون مظهر المصريين مظهر حضاري ينم على مدى وطنيتهم وحبهم لبلدهم، لأن المصريين طبعا في إطار التحديات الموجودة حول مصر بالكامل، يعني المصري ما بشعر بالخطر بينحاز إلى دولته وإلى قيادته السياسية. أنت لما تدلو صوتك ده حق لك وواجب عليك، والتخلي عنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وكل ثقة في اللي احنا عاملينه النهاردة هيصل للمواطن، وهجد المواطنين في يوم 10 و11 و12 ديسمبر إن شاء الله يتسابقون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. هو اليوم مهم فعلا، أنا وأنا داخل لقيت يعني مجموعات كبيرة جدا من الجمهور والشعب الطنطا، وأعتقد أن الناس جاية بوعي كامل بأهمية هذا الحدث، وفي نفس الوقت ده بيدينا الإحساس بأنه إن شاء الله في أيام الانتخابات هيكون في حضور كبير بالنسبة للجمهور سواء هنا أو في محافظات أخرى. المؤتمر عمل على إبراز إنجازات الدولة المصرية وإيضاح ما تواجهه من تحديات، كما وجه رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابي وأهمية المشاركة الفاعلة. بنادي من هنا ان شاء الله للناس كلها، ندعم السيد الرئيس في 10 و11 و12 ان شاء الله جايين، عشان نثبت العالم كلنا ان احنا خلف القياده السياسيه، ونثبت العالم ان شاء الله ان مصر في امن وامان، واحنا طبعا ورا الزعيم، وشفنا الانجازات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، يعني الحمد لله سواء في البناء او في الزراعه او في الصناعه، كل ده على مرأى ومسمع من الناس. بداية طبعا حزب حماة الوطن هو أول حزب سياسي دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلبه بضرورة أن يترشح لفترة رئاسية قادمة، لإيمان الحزب بقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللإنجازات التي قدمت خلال العشر سنوات الماضية. بأكد لك أن مركز طنطا ومحافظة الغربية هيكونوا من أوائل المحافظات اللي بتحقق نسب مشاركة عالية جدا في الانتخابات، لأن الشعب الطنطاوي شعب واعي. محافظة الغربية هي إحدى المحطات في رحلة الحزب لدعم السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، والتي تنطلق بدافع المسؤولية الوطنية التي تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات.